أعتقد الفاعلية حتكون محدودة. يعني شاهدنا هجوم إيراني عفوا بالصواريخ على إسرائيل قبل بضعة أشهر، كانت هناك أكثر من 300 صاروخ أطلقت في وقت واحد ولم يحقق أي منها أهدافها. نرجع للنقطة الأساسية، الغرض من أهداف أي رد إيراني سواء من جهة إيران أو من جهة حلفاء في المنطقة هو حيكون لاستعادة معادلة الردع والحفاظ على ماء الوجه. لن يكون هدف إيران أو حلفائها سواء في لبنان أو في العراق، هذا ما ذكره صراحة اليوم حسن نصر الله شاملة. ذكر بشكل واضح إيران مطلوب منها أن تقاتل، لكن ليس مطلوبا منها أن تدخل قتالا دائما. جميع أطراف الصراع تعي وتعرف هذه المعادلة. هل هذا يعني بأن هذه الضربات ستأتي من إيران ومن الوكلاء على إسرائيل وينتهي الأمر، أم أن الأمر سيستمر أيضا من قبل إسرائيل؟ هذا أمر أعتقد يتعلق بالوضع الداخلي في إسرائيل وبكيفية تعامل نتنياهو مع سلم التصعيد. المشكلة إنما عندما يكون هناك تصعيد وتصعيد متبادل ورد ورد متبادل قد تخرج الأمور عن نطاق السيطرة. وأعتقد أنه يعني تصرفات بنيامين نتنياهو الأخيرة تدل على نوعا ما على محاولة الدفع أو توسيع حدود العمل العسكري اللي يقدر يعني يقوم به تجاه إيران تجاه حلفائها. المشكلة في الأمر أعتقد بالنسبة للعراق في هذه الوضعية في هذا الموقف أنه قرار اختيار السلم والحرب تجاه العلاقات الخارجية تجاه جيران العراق سواء كانوا أصدقاء أم أعداء هو قرار ليس بيد الحكومة العراقية حاليا، بل قرار يتخذ عن طريق المرشد الأعلى في إيران، عن طريق اتباع المرشد الأعلى من جماعات مسلحة، وعن طريق سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرفة. فهذا هي الوضعية الحزينة فعلا لواقع العراق في خضم هذا التصعيد المناطقي.